بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر من الأموال السلطانية أي التي يتولى السلطان جمعها وتقسيمها، تشمل الغنيمة والصدقات والفيء، قال: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر، في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة. كل الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هؤلاء الذين سلمت ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل السنة. يقول كما دخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هؤلاء كلهم ملحقون بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في استحقاق الفيء. قال: ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. المقصود أوجفتم عليه بخيل أو ركاب، المقصود به ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم تحركوا خيلا ولا إبلا، أي لم تقاتلوا. يقول: وسمي فيئا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين، أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح نفوسهم التي لم يعبدوه بها،
يعني ما لم يؤمنوا أباح نفوسهم، أباح الله نفوس الكافرين، يعني أباح قتلهم إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان، أو يعني كانوا لم يبلغهم الشرع فلا بد أن يبلغوا الشرع قبل أن يقاتلوا أو يقتلوا. ولكن من أصر على الكفر بعد البيان وأبى أن يخضع لسلطان الإسلام الذي هو حكم الله عز وجل فقد أباح الله نفوسهم. الكافر الحربي مباح الدم في الأصل حتى يؤمن من المسلمين، وإن كان لا يلزم قتله في كل حال، فرق بين الإباحة وبين الفرض مثلا والمستحب والمشروع، فإنما هو مباح ما لم يؤمن، إذا أمن أو إذا عوهد فإنه يمتنع قتله. وقتل الحربيين حسب المصلحة، وقد يؤمر فيهم بعفو وقد يؤمر فيهم بقتل، وكل قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يجبروا إذا قدر عليهم على أن يجعلوا ذمة، قد يجبروا على أن يكونوا رقيقا، وكل ذلك حسب المصلحة. قال: فالكافرون به أباح نفوسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين. أباح هذا لعباده المؤمنين، أباح أموالهم لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. يضرب مثال بأن إنسان استحق ميراثا لم يقبضه وأخذ منه ثم تمكن منه فأخذه، فقد رجع إليه رغم أنه لم يكن في يده. كذلك أموال الكفار ليست بأيدي المؤمنين، وكذلك أرضهم ليست بأيدي المؤمنين ولا ديارهم، فإذا تمكن المؤمنون منها فقد أفاء الله عز وجل عليهم ذلك، قد أرجع الله عليهم ما يستحقونه بعبادتهم لله وما يستعينون به على عبادتهم لله، كما قال عز وجل: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. أرضا لم تطؤوها، لم يدخل أحد من المسلمين قبل ذلك حصون بني قريظة، ولكن أورثهم الله إياها. ولذلك ليست المناقشة دائما في استحقاق أرض بناء على التاريخ أو أن السكنة كانت للأجداد، وإنما الاستحقاق بناء على تحقيق عبادة الله عز وجل وإعلاء كلمة الله في الأرض. فكل أرض يجب إعلاء حكم الله فيها وكلمة الله عليها، من أعلى فيها غير حكم الله نزعت منه وردت إلى المسلمين، وكذا الأموال والديار بل والأنفس، إن لم يعبد بها الله سبحانه وتعالى فإن صاحبها لا يستحق استمرار الحياة إلا أن يعاهد كما ذكرنا. والعهد في الحقيقة للمصلحة، حتى يعلم الدين وحتى يقنع بالإسلام ويبين له الإسلام فيدخل الناس في دين الله أفواجا، العهد بأنواعه المختلفة. قال: وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى. ذكر الجزية على اليهود والنصارى خصوصا، مع أنها تكون لغيرهم كالمجوس، وتكون عند الأكثر من أهل العلم لغير الثلاثة، لأن هذا القدر هو المتفق عليه، أو لأن هذا هو الراجح على مذهب شيخ الإسلام، وهو مذهب أحد الوجوه عند الحنابلة والشافعية، مذهبهم كذلك أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، والمجوس عندهم ملحقون بهم، والله أعلم.
الذي يظهر أنه ذكر القدر المتفق عليه وهو أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، هذا قدر متفق عليه لنص الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الجزية تكون إذا تركوا القتال، فيتبين بذلك أن هذا المال سوف يأتي كل عام بغير قتال. لذا من ضمن أموال الفيء التي تصرف في مصارف الفيء الجزية والخراج وكل ما ظهر عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال. يقول: هذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو، يعني يتفق مع الأعداء على دفع مبلغ إما مرة واحدة أو كل سنة، وهذا كله بمنزلة الجزية وهو من الفيء. يقول: أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. هذا الهدايا إلى الحاكم ليست لشخصه ولكن لصفته، ولذا فهذه الأموال من حق بيت المال في مصارف الفيء، لا يأخذها لنفسه إلا أن يستعملها في المصالح العامة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له بعض ملوك الكفار هدايا، فكان يستعملها صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي غيره من مصالح المسلمين. يقول: وما يؤخذ من تجار أهل الحرب. ويضرب قبلها يقول: كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى. في أيام عز أهل الإسلام كانت بلاد النصارى يؤتى منها بحمل سنوي جزية مضروبة على الكفار، نوعا يتفق عليه حتى يتركون في بلادهم، فكانوا يحملون حملا إلى بلاد الإسلام. يقول: وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ هذه جزية على الأموال. هناك جزية على الرؤوس وجزية على التجار إذا دخلوا بلاد المسلمين، فكان عمر رضي الله عنه يعشر، يأخذ عشر ما يمرون به من تجارات، من الجمارك الصحيحة شرعا. الجمارك الصحيحة المقبولة هي ما يؤخذ من تجار الكفار الحربيين إذا دخلوا بلاد الإسلام بتجارة بإذن. وإذا كان أهل الذمة يتجرون في داخل بلاد الإسلام في غير بلادهم فيؤخذ منهم نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه، مع أن هذا أمر فيه اجتهاد، أعني تقدير نصف العشر أو العشر حسب اجتهاد الإمام. وكذلك إذا خرجوا إلى دار الحرب فأتوا وهم أهل ذمة، فيجوز أن يخرج الذمي إلى ديار الكفر والحرب ويأتي ببضائع، فعند ذلك يعشر. أما المسلمون فلا يؤخذ منهم عشور، وإنما يؤخذ من أهل الإسلام الزكاة الواجبة في أموالهم وفي عروض التجارة. يقول: هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، يعني إذا نقض بعضهم العهد كيف يصنع فيه؟ قد انتقض عهده فيحل ماله ودمه بنقض العهد، وهذا في الواحد يكون بغير قتال، فيكون هذا المال ضمن الفيء. يقول: والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. الخراج كان في بداية الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، عندما فتحت بلاد كثيرة في مصر والشام والعراق وبلاد ما وراء النهر، ورأى عمر رضي الله عنه أن تقسيم هذه الأراضي الشاسعة الهائلة على المقاتلين سوف يترتب عليه حرمان من يأتي بعد ذلك من المسلمين من نصيب من الفيء، لأنها ستكون مملوكة لأحد،
ستكون كل هذه الأرض مملوكة لآحاد من المسلمين، وهذا يركز المال في الثروة في طائفة معينة ويبقى باقي المسلمين بلا مال لهم من بيت المال. ورأى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم بعض الأرض المغنومة، فلم يقسم أرض مكة وجعلها وقفا للمسلمين، وكذلك لم يقسم كل أرض خيبر صلى الله عليه وسلم، قسم بعضها ولم يقسم بعضها، فدل ذلك على أن الأرض ليست مما يجب قسمه. الأرض والديار ليست كالمنقول من الأموال، فلم تدخل الأرض في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل، بل هذه الأرض يمكن أن تقسم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجزء من أرض خيبر، ويمكن أن توقف ويضرب عليها ضريبة ثابتة خراج كأنها أجرة لبيت المال. المسلمون هم ملاك هذه الأرض، ومن يستعملها يدفع لهم ضريبة أو أجرة أو خراجا. هذا فقه هذا الأمر أول ما بدأ. فكان الكفار يمكنون من الأرض التي غنمها المسلمون على أن يؤدوا خراجا إلى بيت المال مبلغ سنوي هو في الحقيقة في مصارف الفيء، لأنه يأتي كل عام دون قتال. ثم أسلم كثير من هؤلاء الذين كانت أرضهم أرضا خراجية. والصحيح في الاجتهاد في هذه المسألة أن يؤدي الخراج، لأن الأرض ليست مملوكة له، وكذلك يؤدي الزكاة الواجبة في الزرع نفسه لا في الأرض. وكذلك إذا باع الذمي أو باع أحد ممن تحته أرض خراجية، هذه الأرض هي مملوكة للمسلمين كما ذكرنا، والمباع فيها في الحقيقة أولوية الانتفاع، فهو لا يبيع الأرض ولكن يبيع منفعتها لمن أراد. فلا بد لمن أتى جديدا على هذه الأرض مسلما كان أو كافرا أن يؤدي إلى بيت المال، أن يؤدي إلى بيت المال حق هذه الأرض، خراج هذه الأرض. ثم لما كثر أهل الإسلام في الأرض الخراجية وأصبح عامة أهل البلاد مسلمين، إما بأنهم أسلموا وإما بأن المسلمين أخذوا هذه الأرضين واشتروها من أهلها الأصليين، صار عامة هذه الأراضي تحت أيدي المسلمين. وفي بعض اجتهاد أهل العلم أن الأرض أن الزكاة لا تؤخذ هي والخراج من أرض واحدة، فإما زكاة وإما خراج. فبعض أهل العلم في يعني رأى وأفتى أهل السلطان منذ 103 وربما قبل ذلك بأنه لا يجمع بين خراج وزكاة، فصار الناس يؤدون الزكاة وحولوا معظم الأرض أو كلها إلى أرض عشرية، إلى أرض تؤخذ منها الزكاة ليست خراجية، لا يؤخذ منها الخراج. وهذا حال معظم الأرض الآن في أو كل الأرض الآن في مصر والشام والعراق وغيرها، وذلك أنه لا يؤخذ منها منذ أزمنة طويلة قبل شيخ الإسلام، بل قبل الأئمة، يعني قبل عهود كما ذكرت حول 103 لم يؤخذ منها الخراج باجتهاد من بعض أهل العلم، حتى وإن كان فيها نظر في هذا الاجتهاد نظر، بالإضافة إلى أنه قد استصلحت أراضي، أحييت أراضي، دخلت في المجموع، بحيث لا يدرى الآن ماذا كان من أرض مغنومة أوقفها عمر رضي الله عنه، وماذا كان من أرض أحييت، وماذا كان قسم. كل ذلك قد اختلط فأصبح عسيرا التمييز بين بعضه البعض، وأصبح يؤخذ منها الزكاة في الأغلب العام. ولكن ما كان منها تحت أيدي كفار فإنه يشرع أخذ ضريبة سنوية أو خراج
على هذه الأرض. وكذا كل ما يفتح من أرض للكفار يمكن أن يجعل عليها الأمر كذلك، يضرب عليها خراج سنوي يؤدى إلى بيت المال، هو من ضمن مال الفيء، مصارفه مصارف الفيء التي ذكر الله في كتابه عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان والذين جاءوا من بعدهم. يقول: ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين، ليس له أقارب ولا عصبة ولا ذوي أرحام، ما من يرث عموم المسلمين يوضع في بيت المال، يوضع في مصارف الفيء. يقول: وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، قطع طرق مثلا قبض عليهم، إنسان غاصب يغصب أموال الناس أخذ، فتشنا ما تحت يده ما تحت يده، هذه الأموال جهلنا أصحابها كيف يتصرف فيها، وهي لا يدرى من صاحبها في الحقيقة الذي غصبت منه، الأموال التي تؤخذ من المسلمين بغير وجه حق، فهذه يجب أن ترد إلى من علم أنه ظلم وأخذت منه، فإذا لم يعلم. وكذا العواري، إنسان اقترض عارية من إنسان ثم نسي هذا الشخص أو بحث عنه ففقده، رجع إلى مسكنه فوجده قد انتقل، بحث عنه فلم يستطع الوصول إليه، يجعلها في بيت المال تنفق في مصالح المسلمين. هذا هو الأصل في هذا الباب، أنها ترد للإمام الوكيل العام عن الأمة ليصرفها في مصالح المسلمين نيابة عن صاحبها. حين تعذر وجود بيت المال وحين اختل النظام فيه، قلنا للناس اصرفوها في مصارف الفيء بأنفسكم. من هنا أخذنا أن الغصوب التي لا يعرف أصحابها، وإنسان غصب أموالا ولا يدري من أين أصحابها الآن، أخذ أموال ربا من عشرات من الناس، مئات من الناس، مثل الأموال الربوية التي يأخذونها من البنوك، هي في الحقيقة بمنزلة ذلك، لأنها أخذت من أناس لا يدرى أين هم ومن هم، آلاف أخذوا من البنوك قروضا، فكان يجب أن ترد إليهم بفوائد، فهذه الفوائد يجب أن ترد. أخذها بعض الناس، ماذا يصنع؟ عندما يوجد بيت مال إن شاء الله ترد إلى بيت المال وتنفق في مصارف الفيء. والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، واحد أودع وديعة عند إنسان، هذا الإنسان مات، بحث عن الورثة لم يدري أين الورثة، يريد أن يرد الوديعة إلى أصحابها، إلى ورثة هذا الرجل، أو نسيه أو حدث أي أمر مانع من معرفة صاحبها، ترد إلى مصرف الفيء في بيت المال، ترد إلى الفيء في بيت المال. قال: وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الأموال، هل تدفع إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فسئل أحمد قال: لا تدفع إليهم، لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق أثرا عن ابن عمر في ذلك. وفي الحقيقة هذا الكلام مبني على غلبة الظن بأن الذي تدفع إليه سوف يقوم بالحق فيها ويصرفها في مصارفها الشرعية، مصارف الفيء، أم لا. فإذا غلب على ظنه أنها سوف تضيع، لأن القائم على بيت المال والحاكم والسلطان ليس أهلا لتصريف هذه الأموال، أنفقها بنفسه في مصارف الفيء. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ذلك فأجاب: أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه،
إذا كان الإمام عدلا يصرفه في مصاريفه الشرعية باتفاق العلماء، فإن كان ظالما لا يصرفه في مصاريفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. الله أعلم. نعم، هذا من أموال المسلمين التي تكون تحت يد البعض. إذا ولد بيت مال وكان السلطان عادلا دفعت إليه، لأنه كما ذكرنا النائب العام الذي ينوب عن جميع المسلمين، فمن ضمن هؤلاء الرجل الذي مات أو ورثته أو كل من يستحق هذا المال من المجهولين الذين لا نعرفهم، فيتصرف هو نيابة عنهم تصرفا ينفعهم في آخرتهم. إذا كانت هذه الأحوال غير سديدة، أعني أحوال بيت المال، لا يوجد بيت مال كما هو واقع في عصرنا، خزانة الدولة ليست هي بيت المال، خزانة الدولة كثيرا ما تنفق فيها أموال في غير وجهها، ولم يأخذوا في الحقيقة ولاية أو نيابة عن المسلمين حتى يكونوا أولياء لهم في تصريف هذه الأموال، وقد تنهب هذه الأموال، وهذا منذ أزمنة بعيدة، ليس في هذه الأزمنة فقط، بل كان ذلك في العهد الأموي قبل عمر بن عبد العزيز وبعده، ولذلك عمر كان يأخذ أموال بني أمية ويردها إلى بيت المال، وكذلك في عهد بني العباس وغيرهم كانت تصرف أموال هائلة دون مصاريفها الشرعية. فهذه الحال الأولى لكل صاحب مال، سواء زكاة مال يجب أن ينفق في مصارف معينة شرعا وهي موكولة إلى الإمام إذا كان عادلا، الأولى بصاحبها أن يتولى إنفاقها بنفسه في مصاريفها الشرعية، الزكاة في مصارف الزكاة، الفيء في مصارف الفيء، والخمس الغنيمة في مصارف خمس الغنيمة. وإذا كان يكره على الدفع للسلطان إكراها معتبرا فهو سيحصل له ضرر إذا لم يدفع إليه المال، دفعه ولا حرج عليه وقد أجزاه. قال شيخ الإسلام: فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه. ومسألة فقد الأنساب عندما اختلط العرب بالعجم، العجم ليس عندهم من حفظ الأنساب ما عند العرب، العرب تجدهم يعرفونها أجدادهم إلى الجد العاشر والخامس عشر، ولذلك القبيلة والعاقلة والأسرة كلها تكون معلومة. الأعاجم لو عرفوا إلى الجد الرابع والخامس لكان هذا إيه كثيرا. فمثل هذا لما اختلط الحال انتقل هذا الأمر بين العرب والعجم، فصار هناك من لا يعرف له وارث، فلذلك كان هذا الذي ليس له وارث معين يوضع في بيت المال. يقول: وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم. وهذا حديث فيه ضعف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق فيه جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر، أن رجلا مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبرى من خزاعة، وفي لفظ أكبر خزاعة، يعني ليدفع إلى القبيلة. والله أعلم، أو أنه أكبر واحد فيهم سنا فيكون هو الأقرب إلى جدهم الذي هو يكون أقرب الورثة، وهذا الظاهر من كلامه.
يقول: وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص وغيره. إن القبيلة أساسا يأخذه أكبر ميراث مجهول أو ميراث من لا يعلم له وارث، يدفع إلى أكبر واحد من قبيلته لأنه سيكون أقرب إلى جدهم. قال: ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه، فدفع ميراثه لعتيقه. لفظه أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح عن صحيح البخاري. وهذا ميراث بالولاء. قال: وقال بذلك طائفة من العلماء، إن العكس هو الأصل، يعني أن الذي أعتق وورثتهم الذين يرثون المعتق إذا لم يكن له ورثة، ولكن إذا لم يوجد إلا العتيق المعتق نفسه فهذا أولى من البعيد. يقول: ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما ولا قريبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال البغوي: ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه. هذا من شرح السنة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينهم سبب، كما ذكرنا سبب أو نسب بأدنى طريق يكون أقرب من غيره. وأما إذا جمهور أهل العلم يرون أنه إذا لم يعرف له نسب ولا سبب فإنه توضع هذه الأموال في بيت المال. قال: ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. الأصل أنه لا يؤخذ من المسلمين إلا الزكاة الواجبة، لا تؤخذ منهم ضرائب على أرضهم إلا ما كان من خراج كما ذكرنا أخذوه أصلا من الكفار، ولا يؤخذ عليهم ضريبة على تجارتهم إلا الزكاة المشروعة في زكاة عروض التجارة، ولا يؤخذ منهم ضرائب على رؤوسهم ولا عقارهم، لا على البيوت ولا على الطرق ولا على الأرض. هذه الضرائب والجمارك ليست من شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أخذها قهرا على المسلمين، هي في الحقيقة من الأموال التي تؤخذ من الكفار. قال: وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله تعالى به في كتابه. وهذا هو الواجب على المسلمين وواجب على إمام المسلمين، بمعنى هناك احتياجات للمسلمين لا بد لها من أموال، لا يفرض على المسلمين غير ما فرض الله عليهم، ولكن يأمرهم الإمام بإنفاق أموالهم في سبيل الله ويبين لهم وجوب ذلك، ولا يسعهم أن يتركوا ذلك الواجب. وهذا عبر العهود الراشدة لم يحتج إلى غيره، بمعنى أن الإمام يجب عليه أن يجمع ما وجب جمعه من الأموال التي ذكرنا، من الأموال السلطانية، من خمس الغنيمة، من الزكوات الواجبة، من أموال الفيء، وهي يدخل فيها ما ذكر شيخ الإسلام: الخراج، الجزية التي تأخذ الكفار، جزية الرؤوس وجزية التجارات، وكذلك الغصوب والعواري والودائع المجهولة الأصحاب، ومن لا وارث له، مال من لا وارث له من المسلمين. كل هذه تجمع وتنفق في المصالح. إذا لم تكفي هذه الأموال للاحتياجات العامة للمسلمين،
يأمر الإمام الناس بأن يتصدقوا في سبيل الله وأن ينفقوا في سبيل الله ويبين له وجوب ذلك، وعند ذلك لن يحتاج إلى أن يفرض على المسلمين ما لم يفرضه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجزم بأنه إن فعلوا ذلك فإنه لن يحتاجوا، فإنهم لن يحتاجوا أبدا إلى فرض أموال. لو فرض أنهم احتاجوا بعد ذلك للجهاد أو لمصالح المسلمين العامة أو لسد حاجات الفقراء والأرامل واليتامى وغيرهم، بحيث لم يعد في مال بيت المال بعد جمع الأموال الواجبة بأنواعها من المسلمين والكفار الذين تحت رعاية الدولة الإسلامية، وبعد ترغيب الناس في الصدقات، إذا لم يوجد وجب على الإمام عند ذلك أن يكفي المسلمين الفقراء وغيرهم الحاجات بأن يلزم الأغنياء. ونقول هذا الذي عزم عليه عمر رضي الله عنه وما احتاج إلى أن ينفذه. بعد ذلك نقول هذه الضرائب والجمارك أو ما يفرض على المسلمين أن يؤخذ من أموالهم قهرا عليهم، لا بد أولا من استنفاذ كل الوسائل المشروعة قبل أن يفرض هذا المال. وأول ذلك رد كل ما أخذ من أموال المسلمين العامة من غير وجهه إلى بيت المال. لا يسع الإمام أن يفرض على المسلمين أموالا وهناك من سرقوا من أموال المسلمين العامة، هناك من غصبوا من أموالهم، هناك من أخذوا ما لا يستحقون، يجب أن يرد ذلك ويبدأ بقرابته وصداقته وغيرهم ممن تعززوا بمنزلتهم من السلطان فأخذوا من أموال المسلمين ما لا يستحقون. وهكذا كان عمر رضي الله عنه يشدد على قرابته، وعمر بن عبد العزيز شدد جدا على بني أمية ورد عامة ما أخذوه إلى بيت المال. وفي زمنه لم يكن هناك من يحتاج، وهكذا فعلا تكون الأمور. بل حتى في الأزمنة المتأخرة ما احتاج المسلمون في تحرير بيت المقدس إلى أن يفرض على الناس نفوس، ما أخذ منهم قبل التحرير قبل فتح بيت المقدس إلا ما أوجبه الله عز وجل عليهم، رغبهم السلطان نور الدين السلطان صلاح الدين في النفقة في سبيل الله بعد أن منعوا المكوس وردوا ما بأيديهم أو استسمحوا الناس في أنهم ما أنفقوا الأموال على أهليهم ولا على ملاذهم، وإنما في تحصين الحصون وتجيش الجيوش وشراء السلاح والخيل، فطيب الناس ذلك وأنفقوا المزيد، فلم يفتح بيت المقدس وشيء من المكوس يؤخذ من المسلمين. لذلك نقول أول أمر يرد الأموال المغصوبة ويمنع أخذ الأموال العامة بغير حقها، ويجمع ما وجب عليه جمعه من الزكاة والجزية والخراج وكل الأموال التي وجب جمعها وينفقها في مصارفها، فإن أعجزه ولم يجد كفاية أمر المسلمين بالصدقة والنفقة في سبيل الله، فإن أعجزه ولن يعجزه كما نقول ولن يحتاج عند ذلك، لكن نقول لو فرض فعند ذلك أفرض على الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء والمحتاجين. وهل يحتسب بذلك من الزكاة للأعوام القادمة أو من الخراج للأعوام القادمة؟ على الأصح نعم، والله أعلم وأعلم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف من العباس صدقة سنتين عندما كان يعوزه الأمر، يجد فقراء ولا يجد لهم مالا من الزكاة، ماذا كان يصنع؟ يأخذ من بعض الأغنياء الزكاة مقدما، ولذلك نقول يأخذ منهم أموالا يسد بها حاجة الفقراء ويحتسب بها عليهم في السنوات القادمة. وكذلك الخراج والجزية يفرض على من وجبت عليه ويحتسب بها في السنوات القادمة، والله أعلى وأعلم. ومن أهل العلم من يقول بل في هذه الحالة يجوز له أن يصنع أن يفرض على الناس الأموال من غير أن يحتسب عليهم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. يقول: شاهدت مؤخرا حلقة من الأستاذ مصطفى حسني أورد دلائل من أقوال التابعين وأحد شيوخ الجرح والتعديل إضافة إلى الشوكاني، أورد إباحتهم للمعازف أو على الأقل لا يوجد إجماع على حرمتها. لا أنكر أن هذا الكلام كان بمثابة صدمة لي، فأنا قبل ذلك كنت متيقنا بحرمتها، أما الآن فأنا لا أدري. أريد التبيان في هذه المسألة، الحق أحق أن يتبع حتى وإن خالف كل ما تربينا عليه. وكأن نقل الخلاف في كل مسألة يجعل المسألة أمرا مباحا. وكم من مسائل اختلف فيها الناس بل وعلماء أفاضل غير من يعني ذكرت اسمه ممن ينقل الخلاف عن بعض أهل العلم، ف ومع ذلك فإذا صح الحديث لم يلتفت إلى غيره. وأمر المعازف، أمر الموسيقى، نعم فيه خلاف، لكن خلاف لا يعتد به لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. ومن طعن في الحديث الذي رواه البخاري معلقا مجزوما به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لم يأتي بشيء. وطعنوا بأناس هم من العلماء الثقات لا يصح أن يضعف الحديث من خلالهم، ولا يصح أن يضعف الحديث لأن البخاري رواه معلقا أو أنه لم يسمعه من هشام بن عمار، فقد روي موصولا من وجه آخر. كما أن الحديث له شواهد متعددة وأحاديث أخر يقوي بعضها بعضا، كما ورد الحديث الحسن الآخر: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. والتفسير الثابت عن ابن مسعود في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فقال: هو والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. فهذا كله يدل على أن من خالف في هذه المسألة محجوج بهذه النصوص وعامة أهل العلم على تحريمه. فإذا كان الأمر بالمكاثرة فأكثر علماء على التحريم، وأما أن وجود الخلاف يجعل المسألة اختيارية لكل أحد يختار ما يشتهي دون رجوع إلى الأدلة، فهذا من أبطل الباطل. لذلك أقول: قد اختلف العلماء في الويسكي، أتقولون بأنه يسوغ الاختلاف فيه؟ نعم، الويسكي مصنوع من عصير التفاح، والحنفية يجوزون شرب القليل الذي لا يسكر من غير عصير العنب، ما تصنعون؟ فليكن إذن أن الويسكي والبيرة، البيرة من الشعير، أمر لا بأس به عندكم، لأن يمكن بقى واحد يروح جاي في كتب الحنفية ويجيب ليه النقول الكثيرة جدا. والحنفية ده مذهب فيه مئات العلماء، مش بعض التابعين والشوكاني مثلا ونحو ذلك. والشوكاني إنما قال فقط بأن المسألة ليست إجماعية، رد الإجماع، وهذا أمر معلوم. نعم فيه خلاف، لكن خلاف غير معتبر لأنه صادم للنص. نقول: نكاح المتعة أفتى به ابن عباس، يتجوز واحدة 3 أيام ويديها الأجرة اللي بيسميها مهر، وهذا كان في أول الإسلام، على القبضة من الطعام، شوية فول مثلا. وهذا الأمر انتهى، كان على قدر الحاجة تدريجا لهم، لأنهم كانوا هذا الأمر لم يعني يتعودوا على ترك نسائهم الفترات الطويلة في الجهاد. وكذلك كان عندهم أمر الزنا منتشر، فتدرج الشرع بهم إلى أن حرمه النبي عليه الصلاة والسلام تحريما مؤبدا في عام الفتح، فانتهى هذا الأمر. لكن ابن عباس لم يبلغه هذا النسخ، فكان يفتي بنكاح المتعة، وما زال عند الشيعة خصوصا المولعين، وهذا يلزم المولعين
بيعد الشيعة مذهب خامس، ومن يعد الخوارج أيضا مذهب سادس، ويقولون المذاهب الثمانية بدل الأربعة. بعض المشايخ الأزهر قال لك المذاهب مش أربعة دول ثمانية، دخل فيها الظاهرية. طبعا ده مذهب معتبر عدا في مسائل القياس، المسائل التي ينكر فيها القياس ويخالف فيها الإجماع، والزيدية والإباضية والرافضة أيضا كذلك الاثنى عشرية. فيجمع كل الأقوال، بقت المذاهب كل من ينتسب إلى الإسلام مذاهب لا تحصى. فالربا يجيزه ابن عباس رضي الله عنه على الراجح أنه رجع عن ذلك عن نكاح المتعة، لكن الأقوال فيها منازعة. فهل يتتبع الإنسان سقطات العلماء ورخص المذاهب؟ من فعل ذلك اجتمع فيه الشر كله، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك، على أنه لا يجوز أن يتبع رخص العلماء بالتشهي. ونقل هذا الإجماع في كتابه جامع بيان العلم وفضله قبل من يدعي أنه يسوغ للإنسان أن يبحث عن الرخص. فهذا الإجماع يحج من أتى بعد ذلك ورخص فيه، في أن يتتبع الإنسان زلات العلماء. والواجب على العالم أن يجتهد بالأدلة، والواجب على العام أن يقلد أهل العلم، يسألهم عن ما أحل الله وما حرم، عن من يثق فيهم من أهل العلم، عن الثقات من أهل العلم، وليس عن من يعني يروجون للباطل ويخالفون إجماع أهل العلم قبلهم، وعمن يتركون الأدلة وإنما يبحثون في الكتب عن الأقوال الشاذة والغريبة والمنكرة ليفتوا بها الناس، وكأن الدين هو كل هذه الأقوال المتناقضة دون بذل جهد في معرفة الحق بالدليل. وطالب العلم المميز القادر على الترجيح ملحق بالعلماء فيما جمع أدلته، وطالب العلم المبتدئ الذي لا يستطيع الترجيح ملحق بالعوام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان يسألهم فهو يسألهم عن الذكر الذي لا يعلمه، وليس يسألهم عن مذهب سهل قد قال به بعض الفقهاء ليعمل به. لذلك قال من قال من السلف: إذا أخذت بقول أهل المدينة في السماع، وأهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الشراب، اجتمع فيك الشر كله. وأنا أقول إذا أضفت إلى ذلك مذهب سفيان في أنه يجوز النظر إلى عورة نساء أهل الذمة، فلأن ذلك إنما نهي عنه لحرمة المسلمة، فأخبرونا إذن عن الملاهي الليلية، يشربوا فيها ويسكي وبيرة وحشيش ومخدرات، ويشربوش فيها بس ليه النبيذ عصير العنب بس، الخمرة من عصير العنب، ويجيبوا فرق أجنبية عريانين خالص مش مشكلة، ما هو مذهب، وغناء كما يريدون على أنغام الموسيقى وأفظع أنواع الأغاني والتي تحث على كل أنواع الفساد، لا يضر ذلك. ويتعاملون بالربا على مذهب ما نقل عن ابن عباس، إذا فعلت ذلك يوجد حرام في الدنيا. إذن على هذه الطريقة المنكرة القبيحة الذي يريد أن يشكك الناس في الأدلة والنصوص، مجرد أن ينقل الخلاف في المسائل على عامة الناس الذين لا يعرفون شيئا، ولا العلماء ولا اللي سمعين الحلقات عارفين جرح ولا تعديل، ولا عارفين مين المشايخ دول، ولا يسمعوا عن التابعين دول، ولا يعرفون شيئا، وإنما يا ده الحكاية تخض، ده طلع فيه غير اللي احنا نعرفه، وانت تقول الحق حق يتبع. هو جاب لك دليل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسمع أغاني وموسيقى، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعوا معازف. اللي ينقل بقى من ذلك ان الرسول سمع غناء الجاريتين تضربني بالدف، يبقى دخلنا بقى في ايه، انما البيع مثل الربا، القياس الباطل، انه ياتي بالنصوص الداله يجيب لك حذاء الابل، انه هو الرسول الصحابه كانوا يقولوا والله لو الله ما اهتدينا، قول لي بقى ان والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا زي المجرمات السافلات اللي بيغنوا بالاغاني القذره اللي انا خلاص مش عارف اسميهم دلوقتي، ولا زي المغنين اللي بيغنوا ام كلثوم عبد الحليم حافظ، ده اللي انا فاكرهم دلوقتي، لكن ها يقول دي زي دي، نسال الله العفو والعافيه. ده قياس بقى، هو ده قياس الشيطان ابليس والعياذ بالله، وقياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا، فياتي بالنصوص الداله على نوع معين من الغناء دون معازف عدا الدف، والدف لا يسمى معازف في الحقيقه، ويحاول ان يحملها
على الفيديو كليب وعلى الحفلات الموسيقية وعلى حفلات الرقص والفجور، ويقول لك ده الفن، وتلاقي كتب الدين مليانة أدلة على الايه، على الفن والأدب، وان يجوز الفن والأدب، والفن والأدب ده اللي بيدرسونه، ان ده الدين بتاعنا. الدين بتاعنا بيقول الفن عند الناس هو ايه؟ هو السينما، هو الافلام القذرة النجسة، المسلسلات الإجرامية التي يفعلون، والتي لا يشك ان عالم يفتي بإباحتها بإجماع المسلمين أن هذا من المحرمات. لا يشك عالم أن امرأة متبرجة شبه عارية تغني بهذه الطريقة وتقول لي أن ده من الفن الذي لا يمنع، لا يوجد عالم يقول ذلك. لما يبدأ بقى يشكك الناس بهذه الطريقة، يبقى حري بأن يهجر وأن لا يسمع إليه، وهو رجل جاهل لا يدري شيئا في الحقيقة، وهو لا يصلح أن يكون طالب علم. ولكن المشكلة في الفضائيات أنها تستخرج من لا يحسن يتكلم فيما لا يدري، ونسأل الله العفو والعافية. ذكرتم أن الأصل في الأموال التي فقدت أصحابها أن تؤدى إلى بيت المال، ولكن مع هذا كيف يفسر فعل ابن مسعود رضي الله عنه في التصدق بالمال الذي اشترى به الجارية، وجعل يقول اللهم هذا عن رب الجارية، ولم يجعل هذا البيت في بيت المال؟ رضي الله عنه رأى أن المصلحة أن يتولى هو بنفسه هذا الأمر ليكون أطيب لنفسه في التصرف نيابة عن هذا الشخص الذي لا يدريه لأنه فقده. وهذا الأمر كما نقلنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يشرع ذلك خصوصا إذا لم يكن بيت المال قائما أمره. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان هناك بعض الولاة على غير السداد. في عهد عثمان رضي الله عنه عثمان كان يقيم عليهم الحد، قد أقام الحد وجلد قريبا له أحد الولاة 80 جلدة، وأمر عليا أن يضربه لأنه شرب الخمر، وقال لهم تريدون أن أصلي بكم 4 أزيدكم، صلى الصبح 4، فجلده عثمان رضي الله عنه. فكان هناك بعض الولاة بعض الأمراء على غير السداد، وكان عثمان ينهاهم ويقيم عليهم الحدود، فلعل ابن مسعود خشي أن يسلم المال لمثل هذا، فيمكن أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن المصلحة في أن يقوم بهذا المال تقسيم أو انفاق المال بنفسه.